كاميرا زوم أفريكا كانت موجودة داخل كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة لتغطية فعاليات الملتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجي بعنوان دور الأنثروبولوجي في المجتمعات الأفريقية. ملتقى أقيم على مدار يومين وشهد حضور كبير من الباحثين بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين وإلقاء الضوء على أهم إسهامات الأنثروبولوجي في خدمة قضايا القارة الأفريقية من نماذج واقعية ساهمت في النهوض بوضع القارة الأفريقية. تفاصيل كثيرة هتشوفوها معانا في التقرير الجاي. الملتقى اهميته انه بيناقش علم، يعني علم ما خدش حقه قوي في الدول العربيه، وهو علم الانثروبولوجيا، واحنا ازاي شباب الباحثين الانثروبولوجيين يبتدوا ينخرطوا في المجتمعات المصريه، مصر وافريقيا، وازاي نعمل على تنميه هذه الدول. الحقيقه هو دور مهم قوي، ولكن ما فيش تسليط ضوء عليه قوي. يمكن النهارده تسليط هذا الضوء كنا محتاجينه من زمان قوي، ولكن يحمد لكليه الدراسات الافريقيه الاهتمام بمثل هذا الموضوع الهام جدا، وخاصة ان احنا كمان بنعلم الكوادر البحثية ازاي ينموا خبراتهم انهم يشاركوا في مثل هذه الملتقيات اللي كمان بيحضرها اساتذة كبار، وبيقيموا الابحاث ورؤساء الجلسات، وبيبتدوا كمان يعرفوا شباب الباحثين بمثل هذا التخصص الهام. فبالتالي الباحثين بيكتسبوا خبرة المشاركة وخبرة العرض وخبرة الاهتمام بهذه القضايا الشائكة. طبعا الانثروبولوجيا الثقافيه بتركز اكثر على فكره التراث الثقافي، من اهم الموضوعات ضمن موضوعات الانثروبولوجيا الثقافيه. التراث الثقافي هو الارث الذي تركه لنا الاجداد، فلا بد ان نحافظ عليه، لا بد ان نديره باستراتيجيات واضحه ومهمه جدا من اجل احداث التنميه في المجتمع. التراث الثقافي ليه علاقه كبيره جدا بالتنميه. لو احنا درنا التراث الثقافي بشكل كويس ونميناه بشكل كويس وطورناه بشكل كويس واحنا حافظنا عليه، هنقدر نستخدمه في فكره الترويج السياحي، وهنقدر نستخدمه في اقامه مشروعات سياحيه للمجتمع، هتدر دخل على المجتمع، وبالتالي هترفع من مستوى المعيشي لسكان هذا المجتمع، وايضا هتبرز الهويه الثقافيه للمجتمع. اذا ان العلاقه ما بين التراث الثقافي وبين التنميه وبين السياحه هي علاقه متكامله، لابد ان نهتم بها كمنظومه واحده. الهدف الاول في الملتقى اللي هو تمكين شباب الباحثين من عرض رؤياهم وكيفيه تناولهم للقضايا الافريقيه ومدى رؤيتهم لحل هذه القضايا ووضع حلول عاجله وتوصيات لهذه القضايا في القاره الافريقيه. الرؤية المستقبلية علم الأنثروبولوجيا غير من أو حدث، خلينا أكون دقيق، حدث من أدواته المنهجية والنظرية ليتوافق مع مستقبل هذه القضايا. فنتحدث الآن على الإثنوغرافيا الرقمية، بنتحدث على أنثروبولوجيا الإنترنت، بنتكلم على أنثروبولوجيا الفضاء الاجتماعي، فبالتالي مستقبل الأنثروبولوجيا متماشي مع مستقبل هذه القضايا المستحدثة على القارة. فهو الأنثروبولوجي علم دراسة الحياة وعلم دراسة الإنسان بكل مناحيه، لأن الإنسان من معتقد برضو أو من منطلق أنه الإنسان يعتبر كتلة واحدة، هو وحدة واحدة، بصرف النظر عن مناحي الحياة المختلفة، يعني مناحي الاجتماعية، عاداته وتقاليده، ظروفه السياسية، معتقداته الدينية، البيئة اللي هو عايش فيها، عايش في جبل، عايش في صحراء، عايش في بحر، على الساحل، كل ده بيأثر في الإنسان. فالأنثروبولوجي لما تيجي تدرس إنسان لازم تدرسه بنظرة شمولية، والمنهج بتاعها لذلك منهج شمولي، وبيعتمد في الدرجة الأولى على الدراسات الميدانية. يعني لا يكتفي الأنثروبولوجي المظبوط، يعني الأنثروبولوجي الشاطر أو الصح، يعني إنه يقرأ ما كتبه الآخرون، لأن اللي كتبه الآخرون دي وجهة نظرهم هم، لكن هو لازم هو نفسه ينزل الميدان، ينزل المجتمع اللي هو عايز يدرسه، ويعرف إزاي يتحاور مع الناس ويتكلم معاهم، ياخد المعلومة المطلوبة، ده مهم جدا. في مؤتمر يعتبر الأول من نوعه خاص بالشباب الباحثين الأنثروبولوجيين، وده الحقيقة في ضوء رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيوجهنا دايما نحو تمكين الشباب على اعتبار ان الشباب فعلا هم عصب الحياة. فالحقيقة المؤتمر اسمه الأنثروبولوجيا كعلم في خدمة القضايا القارة الأفريقية، أو في حل مشكلات القارة الأفريقية،
والمؤتمر النهارده بيتناول اكثر من قضيه زي قضيه التغيرات المناخيه، النزاعات والحروب الاهليه، الاوبئه المنتشره في القاره الافريقيه، وخاصه جائحه كورونا اللي كانت سادت فتره من الفترات يعني، وانعكاسات هذه المشكلات على مستوى معيشه الافريقي او على مستويات المعيشه في القاره الافريقيه بصفه عامه.